عيون وعيون ماي نمره ومزع الخابور. اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ضيف النهارده يا جماعه ينتمي للعصر الحجري، عريض المنكبين، طويل الهامه، منكوش الشعر، اكتشفوه في القرن التاسع قبل الميلاد ومحتارين لحد دلوقتي في فك شفراته. الملك مينا كان عاشق لافهاته، ايزيس ما كانتش بتحضر غير مسرحياته، شديد الغضب، سريع الاشتعال. كل المعلومات اللي متوفره عنه انه لما بيبقى مزنوق بيدخل الحمام، لما الدنيا تبقى حر يلبس خفيف، لما يبقى عطشان يقف عند اي كشك يشرب حاجه ساعة. هلا الرابط شويه، لكن رغم كل تاريخه ده اخره مع العبد لله شفيق. يا راجل معانا ومعاكم النجم اللي انا بعشقه محمد نجم. عم نجم وصل ما شاء الله. اوفر 85 مليون مستنيين الحلقه دي. ربك يستر، ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر. الحلقه العشوائيه، بقول لحضرتك اول ما تتكلم على الزنبيل وكده قول له اكتشفنا ان الزنبيل ملدن. الزنبيل ايه؟ ملدن. ملدن. عشان لما يقع يبقى انت ايه مدي ارهاصه. عارف يعني ايه ارهاصه؟ علي. عم نجم لابس مفرش التيشيرت ده علامة عبد الله. By the items found in this antechamber. واحد ليمون 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 والثاني مجنون مجنون مجنون. And so I think we should be finding more of these sites in this specific area of Egypt. Professor John. عم نجم في الإنجليزي جلده تخين شوية، يعني متهيألي ممكن يفهم هيروغليفي وما فهمش إنجليزي. Thank you very much. Thank you very much. محمد بهي. ألف الحمد لله جزاك الله خير. دكتور مصطفى هانم من أقصر في الأقصر ومنتدب هنا أربع سنين لعمل حزاية. ربنا يقويك. وحش. المصحف وحش. He's the most famous Egyptian actor all over Egypt. مستر محمد نجم. مقبرة. استغل الفرصة كده حتى عشان ما في الشمس. نهايتنا المقبرة. الله يا عم رايحين المقبرة. طبعا بنرحب بالنجم مصر استاذ محمد نجم. حضرتك بس ممكن اعرف ايه سبب حضور حضرتك هنا النهارده؟ هنزور احدى المقابر. هنجيب شويه شوريك ونفرقهم، شويه قرص، ونعرف الناس يعني بعض الاثار الهامه اللي عندنا في مصر. اقسم بالله عم محمد نجم ما خرج من منطقه الدقي. لسه تحت المسرح لحد دلوقتي. حضرتك شايف ان الفنان ليه دور مؤثر في الاحداث اللي بتحصل دلوقتي؟ طبعا يعني بيبقى هو الناس واثقه فيه لان عارفاه بتاريخه يعني طبعاً. وعنده مصداقيه مش هنكذب على حد يعني طبعا. بس احنا هنكذب عليك؟ حضرتك بتؤمن بلعنه الفراعنه؟ والله بقى انا ما فيش يعني لعنه فراعنه وغيره، ما مفيش الكلام ده عن محمد كان في منه وخلص. مفيش كلام فارغ. بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. الله يخليك. شكرا شكرا. انا بقى احب الحلقات دي عشان خاطر المقبره مش واسعه قوي تستحمل والاكسجين داخل المقبره مش هيبقى كفايه قوي يعني. هو فاكر الناس كلها نازله. لا 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 لا. اوكي يعني مين ومين نازل؟ انا وانت وهي والمساعده. I have business to attend to. So my اوكي هو مش هيقدر يجي ولا يكمل شغل لكن هنبقى هنا المساعدة. كان انت بقى دعيلنا ايه يا عم محمد تطلع بالسلامة ان شاء الله. ما تقلقش خط برجلك اليمين. المقبرة بتاعت سينفرو اللي هو كبير الصحراء. هنعمل ايه بقى؟ الصحراء كمان. كان ساحر وترقى في الوظائف اللي اصبح. هنعمل ايه بقى؟ كان ساحر وترقى. نايم تحت بقى. بس هنعمل ايه بقى؟ ننزل في ده؟ يا فندم. هتقعد بس هنا. انت جايين محمد نجم ولا برتقانه؟ هو بيتعامل مع البتاع لان البقوط اتعلم فكاني. انزل يا سيدي ربنا معاك. يو اوكي؟ اوكي. اوكي. لا ما ولا مستوعب حاجه. His name is نجم. I heard about you're very talented, Mr. Nicholas.
مننا مش عارفة مخلص. اوكي اتس فيري ايزي مس النجمة. مثل النشا بس الشعر الاخر. طيب انت قابل اما نطلع زينك لابس حتين وشفتونا؟ انا هنا هنطلع بقى المخرج الناحية التانية. يا عادي يعني؟ لا لا ده حاجة تانية خالص بس نفسي اعرف عم محمد نجم بيستهلك كام كيلو جل على الصبح؟ تالي عريق يروح عامل كده يروح عامل كده يروح عامل كده. استنى بقى ايه؟ خد نفسك يا غالي. انا عاوز احط رجلي الاول. حط رجلك الاول. كده وكده. اه يوسف لا لا انت رجلك اقف يعني. تقف. يلا يلا امسك يلا يلا ما شاء الله ساعتك يا أجد مدوئين رعا. دي معناها عليك اللعنة. اللي هيمس مقبرتي بسوء هيلدغوا العقرب وعضوا التعبان هيكسر عظامه التمساح. شايف حاجة التعبان والعقرب والتمساح دي ما ابتدى تسرب إليه قليل من الخوف. دي لنصوص المقابر. يبقى إنما هي مفيش بس كده كله في الحقائص. وش على الموميا؟ الموميا الأولانية. أيوة الموميا الأولانية اللي هي على اليمين بالظبط كده بتاعت والده ودي بتاعت والدته. وكانوا صغيرين كده ولا إيه؟ القدماء المصريين على فكره كان متوسط الحجم بتاعه 160 165 سنتي. انا متهيألي المومي اول ما هتسمع صوتها عم نجمع هتقوم من التحنيط على طول. اغلب الظن دي زوجته. اغلب الظن دي زوجته. ودول الاولاد الابناء. ما عملناش دي ان ايه احنا لسه عشان نعرف بالظبط ماتوا من سبب ايه سبب ايه واعمارهم اثناء الوفاه. ممكن بعد اذنك يا فنان ناخد صوره جنبك هنا؟ اتفضل يا حبيبي. معلش بعد اذنك يا دكتور. ماشي معلش اتفضل. هو مش مهم ده هو عايز ياخد الصوره بس. لا استنى استنى بقى بعد اذنك عشان ورا ال شوف what happened مفيش happened ولا بتاع خلاص دي فهمتين. Is it you? يو جيسيكا اوكي ده هو اللي عمل مش انا. Please just don't touch. No I ليش عم نجم غال علينا ولازم نعمل معاه على وجهه طبطش عشان راسك كده صح كده زي الفل. كمان خطوتين تاني قدام. الله ينور عليك يا استاذ محمد. الله ينور عليك. اوعى بقى اوعى بقى اديب وخد لي خد لي بالك من المدرسه. واحد مسه يا ده يا ده بني ادم الف امي من واو النون عيني مرامز عن خابون عيني مرامز عن خابون. جيسيكا اوكي okay. ده هو اللي عمل مش انا. Please, just don't touch. No, I. Okay. This. عم نجم غال علينا ولازم نعمل معاه على وجهه. راسك ما تخبطش. عشان راسك كده صح؟ كده زي الفل. كمان خطوتين تاني قدام. الله ينور عليك يا استاذ محمد. الله ينور عليك. اوعى بقى اوعى بقى اديب وخد لي خد لي بالك من المدرسه. واحد مسه يا ده يا ده يا بني ادم انت. انا بقول لك قرب لي قرب لي المدرسه. الزنبيل يا غبي. يلا بسرعه ده من ده للرئيس احمد بسرعه. حد يفتحه. استاذ محمد سامعني؟ ايوه استاذ محمد ايوه سامعني؟ ايوه ال الزنبيل كان ملبدن. طب اعمل ايه؟ هنا مشكله. بلو سمحت حافظ على هدوءك على باقي الاكسجين اللي في المقبره وما تتحركش وانا هحاول افتح لك من الناحيه الثانيه. طب يلا والنبي. حاضر خليك بس خليك كده هادي ونحاول نفتح لك الناحيه الثانيه عشان الاكسجين وبعدين في طائر يلا. هنا يلا يا ريس احمد بسرعه يا استاذ دي. ايوه عالي صوتك يا أستاذ نيم. أيوة يلا عشان بنتي عبان. يلا جايلك حالا. يلا بنتي عبان حاول تسند على في صندوق جنبك. أيوة اسند عليه. طب يلا اسند عليه. يلا ما تقربش من التعبان. يلا اسند عليه. ابوس ايدك. ما انا ساند اهو. يلا يا استاذ نيف. انا معاك. انت معايا؟ ايوه سالم. ايوه يلا حاول تشد الزنبيل. ايه حاول تشد الزنبيل. اشد ايه؟ اول ما الزنبيل يتفتح ادخل الاوضه على طول. طيب فين هو في السور؟
دخل دخل ألف ميم واو نون عين مرامز عن خابون عين مرامز عن خابون. يا أستاذ نجم أنا معاك. أنت معايا؟ أيوة. سالم؟ أيوة. يلا حاول تشد الزميل. إيه؟ حاول تشد الزميل. أشد إيه؟ أول ما الزميل يتفتح ادخل الأوضة على طول. طيب فين هو؟ مفيش نور. دخل دخل ولا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. يا ريس يا ريس يا ناس لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. مش اي حد يستحمل الظروف اللي انا مريت بيها. ما شاء الله. لا بس ده يندلف انما يدل على ان عم طيب نجم ما شاء الله شباب. كنتوا بتعملوا اسلحه واختطاف ومش عارف ايه. يعني ما يهمش انهي الاقوى دي ولا الاسلحه؟ لا اسلحه بس ناس شايف هنا بالناظر وكلام. انما هنا يتقفل في المقبره يبقى انا كمان حد سامعني. يعني كان ممكن لا اله الا الله. استنيت يعني استاذنت الروح شويه استنى. ممكن يا صدق سمعنا. ايوه خلص يا صدق سمعنا. خلاص افتح من فوق وافتح من تحت. انا كده اخش التربه الطبيعي وانا مطمن. خلاص انت كده تمام. في تجربه حصلت قبل كده؟ لا ما شاء الله. طب ايه اصعب لحظه خفت فيها بجد؟ لا اللي هي الطائر. ايوه والتعبان. ما خلاص يعني ده ممكن يهبش وده ممكن يقرص. ايوه وشغلانه بقى. عايز اقول لك يا عم محمد بيحب الشيف. قلت لك يا ريت الشيف كان يبقى معاك. قلت لي مش هستحمل. لا شيف لا يمكن يستحمل وانا ما اطمنش عليه في كده. لا يعني انت واخد الموضوع في كله. ناس ممكن قلبها تبقى خفيف. اه مامي يجي لها شوك وتتموت. لا بعد الشر بعد الشر ربنا يخليها. لا ممكن ولا لا؟ لا طبعا ممكن. لا. يعني خلاص. لا بس انا كنت عايز استفيد بشريف حته الكوميديا بتاعته لان عارف ان الشريف ده مخفف وكان هيعمل افيهات نار في الحته. مش طبيعيه. لا لا مش عارف. لا هبسلها وكل ما سبان داخلي مطمن. لا بس الاحلى ان انت اللي انا خدت منه. بص انا خدت منه موتة. لا بعد الاحلى انك تموت. لا بعد الشر عليك. احنا عايز اقول لك ان احنا كلنا من اشد معجبينك. كلنا اقسم بالله. انا يعني عايز اقول لك على حاجه. الحلقه دي احنا قاعدين مستنيين محمد نجم يجي وعاملين نقول بقى محمد نجم وهنسمع وعيش المجانين. والله انا فاكر قالت لي ده ما كباره وهنتكلم. عشان كده قلت لها يبقى لازم انا اكون جد. اه طبعا عشان ما يقولش صح. الناس انك جاي تهزر تهرج. انما لو كده تعال هاتها بقى. وهتعملها احسن من دي؟ اعملها احسن من دي. طب يعني ناخد يوم تاني؟ السنه الجايه. طب عايز اقول لك على حاجه. انت ليه حرمنا من مسرحياتك بقالك فتره طويله؟ مفيش مسرحيات ليه؟ يعني الحاجات الجامده واحد لمونه والتاني مجنون عبده يتعدى ربه. يعني يبقى كل ده بيتذاع في لا دلوقتي لا. عايزين حاجات جديده فريش بقى يا محمد. حاجات جديده بجد يعني ولا مفيش؟ لا تمثل. انت شايف المسرح؟ اه اتمنى تمثل. اه اتمنى. طب ادينا حته شفيق يا راجل. يا راجل شفيق يا راجل. لكن انت ما بتخافش من التعبين ولا من الخفافيش صح؟ لا الا ما اخافش ايه؟ يعني لو في مكان متسع ممكن اهش اعمل هنا اخد احتراط. انما ضلمة حلو يعني مش عارف بقى هيجي في انهي حتة والتعبان هيجي في انهي حتة وهتبقى كارثة. وبعد عمال اقول فين وفين
يقول سمعني يا استاذ نجم. سمعني يا استاذ نجم. يا استاذ نجم انا اللي بره اطرش انا على الاول. وعندك صندوق اسند عليه. اسند على الصندوق يا استاذ نجم. انا كنت فاكر اشيل الصندوق الاقي مخرج ولا حاجه. واو ما ده بياخدش الاوضه دي. ولما شفت الموميا بقى ايه اللي حصل؟ الموميا بقى لما شفت الموميا استنجدت بلا اله الا الله. لا اله الا الله هي اللي بتنجي المنجيه. لا اله الا الله. معلش معلش. لا اله الا الله. معلش ايه؟ ومخصوص التاني بحاول ابص اللي قال لي قال لك انا دكتور بتاع مصطفى. ده مصطفى ده ممثل عالمي معانا. قال لي انا دكتور شايف ايه ودي كبير الصحراء وشايف ابتديت تربط بقى ارتبط بقى الصحراء يعني مع التعبان مع الخفاش. يبقى خفاش والزلعه لما اتكسرت لما وقعت الزلعه. لا 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 هي اللي ستة ايه ايه ودي ماما اجنبيه. دي اجنبيه بجد. بس انت في الانجليزي اللانجوج كنت شغال معاها دايس يعني. ايوه دايس. قلت لها بتتكلم انجليزي كويس انت عمالك تمام يعني متمكن من اللغه. يا سلام بس ما اعرفش اقراها خالص. طب انت قلت لي لو التعبان طلعك هتقدر تدارى منه حاجات كده لو في نور يعني. احنا دلوقتي في الاضاءه دي ممكن لو التعبان مثلا اهو هتعرف تدارى منه كده. ده ميت حط الامه. طب ده بلاستيك ولا حقيقي؟ لا ده حقيقي بس ميت بجد. طب نجرب نشوفه ميت ولا صحي. مد ايدك. مين مد ايدك؟ لا ممكن يبقى فيه ميكروبات. اسلت اخوك. اسلت اخوك مندي عشان دي كوبرا. خلي بالك عشان احنا عندنا كل الاحجام. ماشي تعمل عليه صينيه بطاطس بقى. ابو لهول صاحبي على قديمه. كنا بنلبس قمصان بار. كنا بنلبس